السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، اشكركم مسكين ان شاء الله طيبين. شكلي غير بالنظارة ادري ولا يهمك كذا حلوين. طيب يا جماعة، اليوم تاريخ 1 مايو، بداية شهر جديدة. قلنا لا خلاص، الشهر اللي راح كان صح بداية دراسة ومتلخبطين وما نعرفون المباني، الشهر هذا لازم نغير، لازم نرضي اصحاب ثنيان. فصحينا اليوم الصباح سوينا الواجب وخلصنا منه، وبعدها منتجنا فلوق خلف الكواليس الشهر اللي راح ونزلنا على اليوتيوب. حاليا جهزنا الفطور وكل شيء، متأخرين على الدوام. هذا الواجب طبعناه وخلصنا منه، هذا نحتاجه. يا صباح الخير، هلا والله اصحاب ثنيان. طيب خليني اقول لكم شيء، كل ما يكون عندنا راعي الحمد لله ناخذ شيء جديد. فلوق قبل اللي راح كان عندنا راعي واخذنا كاميرا جو برو جديده، هذه للاسف خلاص صارت تعلق، ما تصور، تتاخر لما تشتغل وتكون في لقطه ولازم نصورها، فاخذنا واحده ثانيه. اليوم بعد ان شاء الله راح يكون عندنا راعي عن جوال هواوي B30 برو، لكن هذه المره صورنا لقطه ومنتجناها وكل شيء. شوف اللقطه. اليوم ان شاء الله راح اتكلم عن مميزات جوال هواوي B30 برو. الميزه الاولى زوم الموجود في الجوال، يعني راح نخلي الزوم 10 مرات وهذا 10 مرات وصور، شوف كيف يطلع لك كل التفاصيل. الميزه الثانيه تصوير الليلي في الجهاز، لانه طبعا حاليا نهار لكن هذه صوره صورتها في الليل. الميزه الثالثه سعه البطاريه 4200 ملي امبير، شحن 40 واط، يعني نص ساعه يوصل 70%. الميزه الرابعه والجميله وضوح التصوير في سناب شات وحتى في الكاميرا الاماميه. الجهاز حاليا متوفر في السوق، تقدر تطلبه عن طريق الرابط موجود في البايو. شكرا هواوي، الحين نشتري شيء ثاني. حلو، طلبنا سيارة وراح يجي بعد 3 دقايق. خلاص كل شيء معانا، كل شيء جاهز. ايش السالفة؟ ما دفعنا الايجار بعد؟ تاريخ 1 مايو يوم الاربعاء. يقولون سكروا الشبابيك، بيجون عمال ينظفون القزاز. سكر الستارة إذا تبغى عشان خليه يشوفون ايش عندنا في الشقة. هذه الورقة حاطينها عند الباب. شوف في شيء أصلا هنا؟ الشبابيك مسكرة. كل شيء تمام، إذا بيطلون كذا بيشوفون. إذا بيدخلون يغسلون الصحون بعد يعطيهم العافية. رايك خوي أنا متأخر وينكر. تمام. اوه كلهم عندهم زي كذا. يلا الحين 5 طوابق يا وحش. الله يا جميله. ايوه هذا هم بدهم الحين. شو كيف؟ عشان كذا قالوا قفلوا شبابيك لا يدخل ماي ولا يدخل احد ولا شيء. 8 3 3 دور على صاحب. ايوه هذا والله كذا كذا وصلنا على الجامعة. الحين نلحق على كلاس الذيب. هنا وصلنا على المبنى. الحق فوق. هذه ما يحتاج نعرف وين نروح. الحياة كلها درج بدرج. الله شوف حلو السيارة هذه، إن شاء الله تبارك الله. مكتوب نادر، نادر الوجود والله. عقبال ما مكتبتون 16. شو كيف تطلع من الكلاس على طول أنت هنا. كيف وشلون؟ خلاص تأقلم مع الوضع. احنا بنروح شبوتلي، نجلس هناك في البريك وناكل. شو خليني أقول لكم، هنا في شجرة مزينينها، حاطين عليها أوراق وزينة زي ما تشوفون وأعلام. ليش؟ يقولون كان في مشرد دائما ينام هنا تحت، كثير كانوا يحبونه لأنه كان يسلم على الرايح والجاي، وتوفى هذا الشخص خلوا الشجرة هذه ذكرى له. شو كم زينينها؟ يوم ميلاد سعيد، كاتبين له بالأعياد اللي مرت هنا عندهم، حاطين هناك علم وزينة. المهم وصلنا مطعمنا، شبوتلي. الله شو الكفرات هذه ما شاء الله. شوف مثلا اذا بجي هنا بروح حمام انتم كرامه، لكن للاسف مقفل. ليش؟ لانه في وسط المدينه هنا، فيجون كثير من الطلاب والمشردين يدخلون ويصير زحمه هنا. فالحل ايش؟ لما تيجي تطلب من عندهم عشان يتاكدون اللي بروح الحمام احد طلب من عندهم، تيجي هنا تحت مكتوب باثروم كود 9247، تيجي هنا 9247 ويفتح. مخلينا بس للعملاء اللي يجون. طبعا كالعاده ما يحتاج، هذه هي وجبتنا، افوكادو دجاج ورز وفول وطماط، كل شيء موجود. ناكل نص الحين، بعد عندنا كلاس، بعد ناكل النص الثاني. الحمد لله يا رب كذا يكون خلصنا النص. الحين عندنا واجب، نستغل البريك ونسوي الواجب. شوفوا مقفلين الطريق هنا عشان عندهم مشروع. ايش المشروع؟ رسمين رسمه على الارض وجو اطفال يلونون. اوه حركات، في فعاليات واكل ومكرونه. هنا بعد يوزعون ايس كريم وشوكلت. هنا بعد في رسمات. لا عاد كذا ليفل ثاني، فعاليات كبيره والله في الجامعه.
خلاص نخليهم ينبسطون واحنا نرجع الكلاس. الله يسلم المرايه الحلوه هذه. طيب اول شيء نبغى نجلس المكان نسوي الواجب، خلينا نطلع فوق فوق اكثر هدوء. هنا ما في امل تسوي الواجب، كل شوي تجلس يجي طالب تعرفه خذوها سوالف لما يخلص البريك. تمام تمام هنا مناسب. صار هدوء الحين، الاغلب رجعوا الكلاسات. من يخلص دوام؟ من اللي عنده واجبات كثيره؟ الذيب خوينا. يا جماعه بعد ساعتين وشوي تقريبا خلصوا. هذه الرسمه اللي شفناها تحت قبل شوي، شوف كيف كملوا الجهه اللي هنا. خلاص راحوا الاطفال، بقوا هم هناك يلونون ويخلصون. بس حلو والله يعطي الشارع شكل. المهم يا جماعه عندنا واجبات كثير، عندنا 3 واجبات وكل تسليمهم بكره. انا عارف اخوينا ارجع شقه بس شوي قاعد على اللابتوب بس شوي نشوف اللقطه هذه. الله كبسه من زمان ما طبخت، لازم بريك الواحد يتمرن فيه ولا بسوي الواجبات. خلاص حفظنا السيناريو. شفت لما تكون تعرف نفسك لما يكون كذا في شخص داخلك يقول لا بتتاخر وانت تقول لا ما بتاخر ثنيان. المهم فان شاء الله بخلص الواجبات هنا او على الاقل اخلص اثنين هنا وواحد في الشقه. شوف الطلاب جالسين هنا بعد يسوون واجباتهم ان شاء الله عليهم، بعد الكلاسات يجلسون يخلصون الواجبات هنا ويرجعون. شكل الطلاب نفس النظام، ارجع الشقه واسحب على الواجبات. بسم الله. طيب يا جماعه صح ذكرت، قبل ما نبدا نسوي الواجبات نبغى نروح مكان بطاقه الهويه، لان احنا باذن الله بنطلع بطاقه الهويه والرخصه. فاحنا عندنا حق بطاقه الاحوال عبيناها وكل شيء، لا تقول احوال قول هويه، لكن باقي حق الرخصه نبغى نطلعها في اثنين مره واحده ونفتك. هو يقفل الساعه 4 وحاليا الساعه 3:30، فبنلحق هناك ناخذ الاوراق وكل شيء وبعدين نرجع هنا نكمل الواجبات. جدول حلو صح كذا، حيا الطلاب الجامعين يلا نروح. ان شاء الله بكره نشوف كيف الرسمه تكون، اتوقع بكره بيخلصون منها. طبعا هنا في الجامعه دائما يكون في فعاليات، قبل كم يوم كانوا يوزعون هنا ايس كريم، كل فعاليات اكل. شوف رمضان فعالياتهم ايش يسوون، بعض الاحيان يوزعون حلا، بعض الاحيان يوزعون كب كيك. طبعا ما يوزعونه بس كذا، لا يا يكون اعلان لشركه تيجي هنا يوزعون ايس كريم مجانا لكل الطلاب، او مثلا يحتاجون توقيعك يقولون خذ كب كيك ووقع هنا. طيب توقع على ايش؟ بس وقع خلاص ما عليك، ترجع تحصل ما في بيت ما عندك سياره ولا شيء، وين اغراضي؟ خلاص توقعت يلا مع السلامه. اي طالب مبتعث معانا ما طلع بطاقه الهويه، شوف هذه الجامعه ورا، هذا المكان هناك في الزاويه، ما ياخذ دقيقتين مشي. طبعا عليه رسوم لكن شيء بسيط، اتوقع 17 دولار وبس، تبقى البطاقه معك وقت طويل، حتى اصلا لما ترجع السعوديه تبقى ذكرى عندك، يعني 2 في 1. طيب يا جماعه اخذنا الاوراق وكل شيء الحمد لله. قال لي انت اخذت رخصه من قبل هنا؟ قلت له لا. قال لي طيب تعرف كيف الاختبار؟ قلت له لا. قال طيب حلو، اول شيء الاختبار بيكون في عده لغات، يعني انت تختار تبغى اللغه العربيه، تبغى اللغه الهنديه، تبغى اي لغه ثانيه. طيب لما الحين حلوين اعطاني هذه، قال لي شوف ايش تتوقع بيكون اختبارك؟ قال الاختبار بيكون عده اشياء، اختبار متى تستعمل الهرن. انا كل ليش ما نسمعه هنا؟ طلع يعطونهم اختبارات عليه، اختبارات على انوار السيارة، اختبارات متى تضغط الاشاره، اذا كان الجو ممطر وفجاه صارت عاصفه ايش تسوي؟ حلو، كل معلومات عن الاختبار موجوده هنا، ان شاء الله بكره راح نجي هنا ونختبر، يعني بكره نخلص الكلاس على اختبارك الذيب، واوراق الهويه عندنا جاهزه ومخلصينها من اول، حلو بس نتعب اليومين هذه نرتاح سنوات كلها الباقي. هذا شفت كثير من طلاب الجامعه يستخدمونه. وانا نحمل التطبيق ونشوف كيف. كذا يكون خلصنا واجب، باقي لنا واجبين، ان شاء الله نخلصهم من البيت، لان الطاقه ما في ابد، نبغى بروتينات، نبغى كذا اكل. بس بقول شيء يا جماعه، وانا امشي قبل شوي كان في طالبه قاعد تمشي وعلى الجوال وقطعت الشارع، لو تسمع الهرن حق السياره تقول خلاص هذا صار الحادث. تستكفون اي احد من اصحاب الثنيان انتبه، لان انت تكون ماسك الجوال تقول هو بينتبه، واللي في السياره يكون يراسل في الجوال يقول هو بينتبه، كل واحد يحطه في الثاني والله يستر على الجميع. يعني البعض تشوفه يراسل ويطلع قدام، يراسل ويشوف، اما بعضهم لا ابد زي كذا يمشي. سمحت طيب مره لا والله يسرع الجميع، اذا تقطع الشارع ولا شيء انتبه الذيب، اوصل مكان وراسل على كيفك، سلا تقطع الشارع ترى غالي علينا. المهم حاليا ننتظر الفطار يجي نرجع شقه، نغسل الصحون نخلص الامور نطبخ لنا شيء نكمل الواجبات. لا لا مو فطرنا. العافية يا وحي، هذه ما ادري ايش سالفتها، يرسمونها كثير هنا في الحي، كانها كذا مجوهرة، شيء غريب، واحب فقرات لك المشكلة حل، علشان ما تطيح التوصيلة شوف كيف رابطينها، حاطين هذه هنا ورابطينها كذا التوصيلة ما تطيح، بدون يشغلون الاثنين، هذه اللوحة اوبن والشجرة هذيك اللي هناك، كل مشكلة حل. اوكي يكون وصلنا الطابق الخامس، كويس ما سكننا في طابق 10، تحية للجيران كلهم. سلم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله شو الشباك النظيف المرتب، واحد يحاول كذا يمدح اي شيء. سقنا للشقه نشوف كيف التنظيف، شكله اليوم ما نظف الجهه هذه.
في غبار لما الحين ننظف الجهه اللي ورا بكره هنا الحين نريح شوي لا انا معك نسوي الواجبات بس الواحد لما يرجع من الدوام كذا يريح وعلى طول شغل 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 اما ناخذ غفوه لا وين ورانا اشغال الدنيا صح ذكرت انا مره قريت معلومه اذا اخذت غفوه 20 دقيقه تساعدك عشان تشتغل بشكل اكبر الا انا سمعت اليابانيين يسوون زي كذا انا مو ياباني طيب خلاص بعدين انت تضيع وننسى ونتلخبط تعال يا وحش خليك في مكانك بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام هذا اللي قاعد يراكم الاشياء فطور غدا عشاء شيء خفيف هنا طيب يعني بلا تحلطم بلا زعل بلا شيء ما في الا تغسلهم تبى تتحلطم تحلطم اليوم ولا بكره اثبت انت حال خلاص خليك مشكله نبدا حبه حبه من الصغير للكبير تعال هنا انت منضاف خلاص نشفته ابدا خلصنا هذا الاشياء خلف الكواليس الممتاز اللي ما يصورها في سناب يصورون الفله والوناسه هذه الاشياء اسحب عليها مشكله والله غفله اليابان طلعت امس الدجاج من الفريزر وكل شيء قلت بخليه بجلس على الجوال اشوف تعليقات اصحاب الدنيا على الانستغرام بشوف ايش كاتبين في تويتر الا الدجاج جاي صحيني يقول لي بتعشى ولا رجعني الساعة 5 الفجر ما قلت اعرفك لكن الحمد لله صحينا الفجر سوينا الواجبات بدينا المنتج واليوم عندنا اختبار رخصه لازم نبدا نتعلم نضغط اشاره يمين واضحه هذا ايش بتسوي هناك الحين على طول بنبدل نروح الجامعه بعد على اختبار الرخصه بوريكم كيف النتائج ان شاء الله لو صح فلوق الجاي بعد باذن الله بنروح مكان على ذكرى فيكتوريا شو المكان يعطيكم العافيه على المشاهده وشكرا لكل الكلمات والرسائل اللي ترسلونها وبحاول اسوي اللي اقدر عليه في هذا الشهر عشان اسعدكم بفلوقات سؤال يوم يقول اذكر موقف صار لك لما رحت تطلع الرخصه اكتب تحت في الكومنتات راح اشوف الاجوبه كان معكم خريان خالد وانت ابتسم والفلوقات تجي السلام عليكم ساتر شوف شفت ايش صار؟